يستمر المجتمع الأردني في حراكه الشعبي إدانة لاستمرار مسلسل الجرائم ضد المرأة نانسي. الحراك فجرته هاني جريمة جرش عندما أقدم رجل على فقء عيني زوجته بعدما خيرها بين ذبحها وذبح أطفالها الثلاثة. يعني خبر ولا أبشع حقيقة، الجريمة البشعة صدمت المجتمع الأردني وفجرت نقاشا مجتمعيا بشأن العنف ضد المرأة وضرورة وضع قوانين رادعة تحميها. قال لي ما عادش حلين، يا إني أذبحك قدامهم يا أذبحهم قدامك وتموتي بحسرتك إني ذبحت أولادك قدامك. قلت له لا خلاص طلع أولادي برا وأنا مني إلك أصطفل. قام أعطاهم السكين وطلعوا، فصارت البنت الصغيرة اللي عمرها 2.5 سنين تعيط، فوتها رد، قام ركض على ملقط تاع الفحم بوزه، قام مسكه بده يطلع عيوني فيه بالأول، مسكته يعني بدي دافع عن حالي، مسكته صرت أشد فيه أشد فيه أشد فيه لما أخذته من يده، بعدين حطيت كديت على ركبي لقدام وخبيت راسي بين ركبي يعني وجري، صار يخنق فيه خنق مشان يرخي أعصابي ويقدر طول عيني، بطلت أقدر أتحمل يخنقني يعني يخنقني. قام أول إشي حط أصبعه بعيني هاي أصابعه وطلعها كلها. وتنضم إلينا من عمان مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى النفاع، وأيضا عبر الهاتف معنا محامية الزوجة المعنفة إيفا أبو حلاوة. سأبدأ معك محامية الزوجة المعنفة إيفا أبو حلاوة، سأسألك السؤال كل العالم اليوم عم تسأل، ماذا حصل بهذا الرجل؟ هل أخذ القانون مجراه؟ أين أصبحت هذه القضية؟ صباح الخير. الرجل المعنف يعني المتهم بقضية الشروع بالقتل هو موقوف بالطبع، والقضاء يحقق، المدعي العام يحقق في الموضوع اللي تأكد أيضا من التكييف القانوني، وبالتالي الموضوع أمام القضاء يعني. طيب أنتقل إلى ضيفتنا مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى النفاع. صباح الخير سيدة ليلى وأهلا وسهلا فيك. يعني كما نعرف اليوم الضحية قالت أنها تتعرض للتعذيب منذ أن تزوجت بأبو إسماعيل، اليوم ما الذي يردع النساء عن الحديث عن هذا الموضوع؟ هل هو ثقافة العيب، ربما الخشية من العشيرة، من ثقافة معينة؟ لماذا تأخر الموضوع لينفجر بهذه الطريقة؟ هي الموضوع لم يتأخر لينفجر، إنما الجريمة التي فجرت الموضوع. نحن نعاني من العنف بالأردن كما هو شائع ونحن نعرف ذلك، نحن في الأمثال الشعبية لدينا مثل هذه الأقوال، لكن الجريمة التي ارتكبت من، لا نستطيع أن نقول رجل حتى، إنه حيوان بشري ارتكب هذه الجريمة، لتعلق لنا هذه السيدة التي بقيت على قيد الحياة واختارت أن تبقى على قيد الحياة حتى ترعى أطفالها حتى بدون النظر. يعني حتى نحن يعني قلوبنا مثقلة، لا نستطيع أن نروي حتى مثل هذا، لكن هذا العنف موجود وهذا العنف نحن نحتج عليه. وأنا في جمعية نسائية اسمها جمعية النساء العربيات لدي برنامج لمدة 3 سنوات حتى نقول لا نريد قطعيا العنف، يعني زيرو توليرنس. مجتمعنا للأسف كان يحتمل العنف، والآن هناك أقوال إنه حالة فردية وغير ذلك، هذا مش صحيح. وتيرة العنف تزداد، ووتيرة العنف تحتاج إلى كما تفضلتم إلى قوانين رادعة. يعني القوانين الراعدة ليست هي الحل، نحن نعرف ذلك، لكن وقفتنا الاحتجاجية كمان أظهرت مساندة المجتمع وصحوته،
لمساندتنا في كل ما يتعلق بالعنف. هناك درجات من العنف، وهناك نحن نعرف إجراءات تساعد على العنف، يعني مثل الزواج المبكر. يعني إذا نحن فتحنا سيرة هذه الزوجة تكون يعني تزوجت صغيرة لا تعرف أن تدبر أمرها، وهي يعني لا تعمل. سيدة ليلى، يعني خلينا بس نرجع ناخذ تفاصيل أكثر من المحامية التي هي معنا اليوم. الشارع الأردني يغلي جراء هذه الجريمة البشعة، دخلت هذه القضية في البيروقراطية، ربما ستأخذ ربما مجراها وتأخذ الوقت الطويل جدا ربما لنرى ما هي العقوبة. وهناك نقطة ثانية يتداول المغردون ربما، أنه يبدو أن العقوبة هي 3 سنوات فقط على هذه الجريمة. نريد أن نفهم مدى قوة العقوبة ستكون، وهل سنقع بموضوع البيروقراطية اليوم والبطء؟ عن الجنايات الكبرى، الإجراءات لدى نقوم في الجنايات الكبرى هي إجراءات سريعة. أيضا وفق قانون حماية من العنف الأسري، قضايا العنف الأسري تأخذ مسار سريع وإجراءات سريعة، وبالتالي لا نتوقع، بالتأكيد يجب أن يكون هناك جلسات ويكون في هناك تحقيقات ويجب الاجتماع على الشهود، لأنه من المهم موضوع تكييف القضية، من المهم أيضا اجتماع الشهود فيما يتعلق بالإدانة. فغير صحيح أنه رح تدخل إجراءات بيروقراطية، هي الإجراءات القضائية، لكن أيضا قضايا العنف الأسري وسط القانون يجب أن تكون سريعة، والإجراءات أمام محكمة الجنايات الكبرى بالمجمل سريعة، لكن ممكن يكون هناك بعض التأجيلات تتعلق بحضور الشهود. يعني كمحامين رح نتعاون مع المحكمة بحيث يكون هناك إسراع بحضور الشهود وسماع الشهود. أما فيما يتعلق بموضوع العقوبة، إذا تم التأكيد على تكييفها كشروع بالقتل، فالعقوبة قد تصل إلى 15 سنة، وإذا كان التكييف هو التسبب بعاهة دائمة، فالعقوبة بين 3 سنوات إلى 10 سنوات. فغير صحيح موضوع إنه 3 سنوات قصراً، قد تصل العقوبة إلى 10 إلى 15. طيب نعود إلى السيدة ليلى النفاع. يعني السيدة ليلى، اليوم إدارة حماية الأسرة بالأردن تتحدث عن 10527 حالة عنف ضد المرأة، يعني تتحدث تقريبا عن 50 حالة يوميا. هل يمكن أن نتحدث عن ظاهرة عنف ضد المرأة؟ وما هي القوانين اليوم التي تستدعي إعادة النظر؟ ما هي طلباتكم اليوم كجمعية داعمة للنساء؟ أعتقد أن هذه الأرقام قليلة، يعني أنت استكثرتي أن يكون 50 بالنهار الواحد، لأنه اللواتي يقدمن الشكاوي هن قليلات. تقديم الشكوى بحد ذاته، يعني نحن نعتبره بطولة من النساء لأنهم غير محميات. هلأ الحماية من إدارة حماية الأسرة أيضا هي غير كافية. نحن من مطالبنا أن تكون هناك النساء في إدارة، يعني النساء الشرطيات. نحن بالأردن عندنا نساء في هذا السلك، ولكنهن مسؤولات لنفترض ونراهن في الشوارع للحركة المرورية. نحن نحتاج النساء في لدينا، نحن في مراكز جمعيتي لها 5 مراكز لمساعدة المعنفات، ولكن نحن نشكو من قلة الاهتمام حتى من إدارة حماية الأسرة، حتى من المآوي المفتوحة وهي القليلة. نحن نريد حماية حقيقية، وكان الشعار يمكن يكون ظهر في الصور لعيون فاطمة، نريد حماية كاملة. كيف تتحقق هذه الحماية الكاملة اليوم؟ هلا الحماية الكاملة بتوفير الأماكن المنتشرة في كل الأردن، نحن لدينا مآوي فقط في 2 مدينة، وهذا يجب أن يتوفر. إدارة حماية الأسرة يجب أن تكون أكثر فعالية، وأنا اقترحت أن يكون هناك نساء لاستقبال المعنفات، لأن الكثرة الكافرة هن من المعنفات، لأن الشكوى من نساء قليلات. ومن ثم نحن نريد أن لا يتم إسقاط الحق الشخصي في قضية. سيدة ليلى، أنتم فعلا تقومون بما يجب أن تقومون به، هو فتح مراكز لتقديم الشكوى، ولكن المشكلة تبقى في المرأة العربية بشكل عام، وربما اليوم نتحدث عن الأردن بشكل خاص. توعية المرأة بضرورة البوح يعني ما يجري معها، بضرورة الشكوى، بضرورة التوجه إلى الشرطة، وأنه لديها فعلا حقوق. اليوم توعية المرأة إلى أي مدى لديها أهمية؟ وكيف
كسر حاجز الخوف اليوم لديها؟ يعني إلى أي مدى اليوم المجتمع الأردني يمكن أن يقدم الدعم للمرأة فيما يتعلق بذلك؟ نحن نعتقد أنها يعني هذه الجريمة علقت الجرس، المنسوب الوعي ازداد. يعني نحن نعمل في قطاعاتنا يعني محدودية، لكن الآن نحن يعني نطالب أن يكون يعني التعميمات عند الجميع، أن يكون في كل مناطق الأردن. لا نستطيع إعطاء الإحصاءات لأنه كمان الأرقام غير دقيقة من وجهة نظري الشخصية، ولكن نحن أيضا نريد منظومة تشريعية رادعة. المنظومة التشريعية كما ذكر الأخ أنه هناك في بعض الحالات 3 سنوات في أقصى الحالات، لكن التكييف في هذه القضية بسبب الرأي العام الذي نحن يعني توجهنا إليه ارتفعت إلى تكييف مختلف. إذا لم يكن هناك إجراءات لوقف الجاني وإبعاده عن البيت، يعني كيف يؤخذ الأطفال والمرأة إلى يعني خارج البيت بينما يبقى الجاني داخل البيت؟ نحن نريد أن تبقى، ولدينا قانون للعنف الأسري يتيح أن تبقى هذه الزوجة والأطفال المعنفات في البيت، ولكن عند التطبيق يعني شغلنا على ناحيتين، أن نساعد النساء على تقديم الشكاوي وأن نحميهم عند هذا وأن نحتفظ لهم بالبقاء بالبيوت لديهم. ولدينا الآن سلسلة كاملة من المساعدات التي نريد أن نوجهها لهذه الضحية، ومنها أن تؤمن في بيت لأنها كمان هي بحاجة لمساعدة شخصية من شقيقتها من أي مساعدة، هذا كمان مكلف طبعا. ونريد الحماية الكاملة. يعني ممكن يكون الجانب التشريعي القانوني ولدينا محاميات قد وضعوا هذه الأسس ولديهم يعني مسودات كاملة، ولدينا تعاون مع اللجنة الوطنية التي لها الفضل، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لها الفضل، وبالمستقبل ممكن أن يكون لرئيستها تمثال في الأردن لأنها أطلقت مثل هذه الصرخة، وهذه الصرخة تعبر أيضا عن مجموع الضحايا في العالم العربي. فعلا وأنا ذكرت أنه لدينا برنامج، ولكن هذا البرنامج في 6 دول عربية. يعطيكم ألف عافية على كل هذا الجهود، مشكورين من عمان. شكرا. مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى نفاع، والشكر موصول أيضا لضيفتنا محامية الزوجة المعنفة إيفا أبو حلا، وشكرا جزيلا لكم.